بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناتكم حوحو سوف نتعرف في هذا الفيديو عفوا كيف تصنع يعني هذا الزر الذي سوف بطبيعة الحال تقوم بإدخاله يعني في المنفذ الخاص بالسماعات على هاتفك، ويقوم بمجموعة من الأدوار، مثلا فاتح مجموعة من الأشياء بسرعة بمجرد الضغط عليه. صراحة هذا الزر يعني قامت بإرسال إلي يعني إحدى الشركات، بالضبط يعني أحد البائعين في موقع إيباي، لكن عندما بحثت عن التطبيق الخاص بهذا الزر وجدت بأنه من السهل يعني أن تقوم بصناعته، لذا سوف نشرح كيف تصنع في هذا الدرس أحباب في الله. وجدت مجموعة من الفيديوهات في اليوتيوب التي تشرح كيف تصنعه باستعمال فقط المنفذ أو يعني الرأس يعني السماعة. فسوف بطبيعة الحال أولا نقوم بشرح وظيفة هذا الزر. فعندما مثلا سوف تقوم بتحميل يعني التطبيق الخاص به الذي هو موجود في بلاي ستور، سوف تقوم بإدخال يعني هذا الزر كما سوف تشاهدون، ثم سوف تطلع لك نافذة باشك، تقوم بالضغط على كليك كما سوف تشاهدون، قم بإدخاله مرة أخرى ثم أضغط على كليك كما سوف تشاهدون ثم الضغط على كليك. الحين يعني فقط سوف تضغط على مرة واحدة هنا ثم مرتين، ثم تخليه يعني على أساس يتم التعرف عليه من خلال التطبيق، ثم مرتين كما سوف تشاهدون، ثم أضع عليه يعني اليد، ثم الحين يمكن لك برمجة يعني هذا الزر لكي يفتح لك مجموعة من الأشياء. كما ذكرت سوف أشرح لك يعني كيف تصنعه بدون الحاجة إلى شرائه. فإذا ضغطنا مثلا على علامة الزائد هنا سوف نختار مثلا أن يقوم بتشغيل مثلا كنموذج الفلاش على هاتفي، ثم أضغط على الدون. الحين تم برمجته على الفلاش، عندما سوف أضغط مرتين مثلا أختار أن يفتح الكاميرا، يمكن لك اختيار أي شيء، ثم أضغط على الدون. عندما يضغط 3 مرات تفتح مثلا اي شيء، مثلا مكالمة لاي شخص مثلا تريده كنموذج، اضع يعني رقم معين عندما تضغط على 3 الى غير ذلك احباب في الله. فلاحظوا معي الحين بعد ان قمنا ببرمجة يعني هذا الزر، فاذا ضغطت مرة واحدة سوف بطبيعة الحال يفتح الفلاش كما سوف تشاهدون، واذا ضغطت ضغطة واحدة سوف يتم اغلاق الفلاش. اذا ضغطت مرتين كما سوف تشاهدون فسوف يتم فتح الكاميرا، هناك ايرور يعني في فتح الكاميرا، هناك مشكل فيها. مرة أخرى تم فتح بطبيعة الحال الكاميرا كما سوف تشاهدون. بالتالي فهذا الزر يسهل عليك عملية فتح مجموعة من الأشياء في هاتفك فقط بضغطة واحدة. بالتالي نمر إلى كيف تصنعه بسهولة. تصنع الزر كما ذكرت سوف تحتاج إلى هذا الكيبل، عفوا يعني رأس السماعة، تقوم بإزالة عنه البلاستيك، ثم سوف تحتاج الى مقبس صغير كهذا. هناك مقابيس لدي 4 كما سوف تشاهدون، تباع في المحلات التي تبيع الاشياء الخاصة بالكهرباء. تخلي فقط يعني زرين كما سوف تشاهدون. بالتالي سوف نقوم بإزالة يعني هذه المنطقة، ثم سوف نشرح كيف تقوم بتركيب هذه الاشياء احبابي في الله. طيب بعد إزالة البلاستيك عن الرأس الخاص بالسماعة أحباب في الله، فكما سوف تشاهدون سوف تجد مجموعة من النقاط، واحدة خاصة بالميكروفون إلى غير ذلك أحباب في الله. هذه الأشياء سوف فقط نشرح الأشياء التي سوف تحتاج إليها. فسوف نحتاج كما سوف تشاهدون، سوف أعمل عليهم، سوف نحتاج إلى هذه النقطة والنقطة هذه كما سوف تشاهدون، لكي نقوم بتركيب عليه المقبس الصغير. هذه النقطة ثم هذه التي هي موالية لها مباشرة أحباب في الله كما سوف تشاهدون. من هنا سوف نقوم بإزالته من هنا كما سوف تشاهدون. بالتالي سوف تستعمل لقاط أو شيء من هذا القبيل، وتخلي فقط كما ذكرت يعني هاتين النقطتين. سوف تأخذ يعني المقبس الصغير أحباب في الله، وتقوم بتركيب واحد يعني هنا والآخر في هذه النقطة. مثلا سوف أقوم بهذه العملية مثلا هنا بهذه الطريقة حتى بهذا الشكل، أقوم بلصق واحد هنا والآخر هنا باستعمال بطبيعة الحال كما سوف تشاهدون واحد هنا والآخر هنا باستعمال بطبيعة الحال اللحام. وعندما سوف تقوم بتركيبهما فسوف عندما تضغط بطبيعة الحال ضغطة واحدة بهذا الشكل سوف تفتح الكاميرا يعني بنفس الطريقة التي
وصلني هذا نفس الطريقة كما سوف تشاهد. عندما سوف أضغط سوف يتم إغلاق يعني الـ يعني الضوء. عندما أضغط ضغطتين كما سوف تشاهد سوف تفتح الكاميرا إلى غير ذلك. يعني نقطة، إذا أعجبتكم مثل هذه الأزرار انتظروا مني يعني في الأسبوع المقبل إذا كنتم تريدون ذلك. بطبيعة الحال إنشاء زر لتشغيل الليزر باستعمال هاتفك أحباب في الله. سوف بطبيعة الحال نقوم بإضافة أيضا زر هنا أو يعني الليزر هنا لتشغيله على هاتفك بطريقة رائعة إن شاء الله.